السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من الدروس البرمجية الخاصة بالتعامل مع قواعد البيانات في لغة سي شارب. في حصة اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية إنشاء نسخة احتياطية من قاعدة البيانات، بحيث نستطيع العودة إليها في حال وقوع أي أخطاء في قاعدة البيانات. يعني سوف نقوم إن شاء الله بعمل باكاب. الباكاب هو نسخة احتياطية لمحتوى قاعدة البيانات، بحيث مثلا لو أردت أن أرجع قاعدة البيانات إلى تاريخ معين سأرجعها إلى هذا الباكاب الذي قمت بإنشائه، وسوف تعود نفس البيانات التي كانت في هذا التاريخ. على بركة الله ندخل إلى نافذة الكود ونتعرف على كيفية القيام بذلك. نقوم بجلب مثلا الأسماء data.sqlclient، نعلن عن الكونكشن للربط بين قاعدة البيانات التي نريد إنشاء نسخة احتياطية لها، ثم نعلن عن كائن كوموند لتنفيذ أمر الباكاب. بعد ذلك نأتي ونضيف زر مثلا إلى الفورم، نغير نص هذا الزر وليكن مثلا backup database، ندخل إليه. هنا سنكتب command يساوي new SQL command، نعطي هنا أمر الباكاب، وهنا نحدد الكونكشن. أيضا نفتح الكونكشن connection.open، ننفذ الكوماند execute non query، ثم نغلق الكونكشن. هذا كل ما في الأمر. هنا سنضع الأمر الذي يقوم بباكاب لقاعدة البيانات، لكن قبل ذلك دعونا نفتح نافذة للمستخدم. عند الضغط على backup database نعطيه نافذة يحدد فيها المكان الذي يريد فيه حفظ ملف الداتابيس، ملف الباكاب. نعلن عن أداة open file dialog أو save file dialog، إما أن نقوم بإنشائها بالكود أو نقوم بجذبها من علبة الأدوات كما رأينا في حصص برمجة الواجهات. save file dialog نسمي مثلا sf يساوي new save file dialog. ثم نأتي ونعطي للسيف فايل دايلوج ونعطيها خصائص الفلتر، مثلا هنا سنعطيها باك اب فايلز التي يكون امتدادها دوت باك هكذا. نغلق القوس ثم العارضة، ثم هنا نكتب ان نجمة دوت باك هكذا. هذا هو نوع ملفات الباك اب. ثم نأتي ونعمل if sf.showDialog لفتح النافذة يساوي DialogResult.OK، يعني قام المستخدم بتحديد المسار وضغط OK. إذا حدث ذلك قم بتنفيذ أمر الباكاب في المسار الذي حدده المستخدم، وهو sf.FileName. يعني وأمر الباكاب إخواني وأخواتي يكتب بهذا الشكل، نكتب backup database، اسم الداتابيز عندنا التي نريد عمل الباكاب لها وتكون هي library database، library database. ثم نحدد هنا to disk، يعني المكان الذي نريد حفظها فيه to disk يساوي، ونضع مسار الملف الذي يريد المستخدم حفظه تحت، يعني مسار الملف نضع هنا نجمة، ثم نقوم بدمجها مع الـ sf.filename لأن الفايل نيم هو مسار الملف الذي قام المستخدم بتحديده، ثم نغلق المزدوجتين. أعيد شرح هذا الكود إخواني وأخواتي. الأمر backup database، ثم نكتب اسم قاعدة البيانات، في حالتنا هذه اسم قاعدة البيانات هو library database. to disk يعني في هذا المكان، يساوي أمام هذا المكان نكتب مسار الملف الذي نريد حفظه. عندنا هنا sf.filename، الفايلنيم تعيد لنا المكان الذي تم تحديده من قبل المستخدم عبر الأداة save file dialog المسمى sf. واضح إخواني؟ طيب على بركة الله ننفذ ونشاهد. نضغط على backup database، تفتح لي نافذة الحفظ، أختار أي مكان أقوم بالحفظ فيه وليكن مثلا دي، أختار مثلا أي مجلد
وليكن مثلا أنشئ مجلد جديد نيو فولدر، سميه مثلا باك اب فايلز، أدخل إليه. هنا لاحظوا امتداد الملف كما حددته في الخاصية فلتر التابعة للسيف فايل دايلوج، عندي باك اب فايلز، أسمي الملف أسميه مثلا ماي باك اب، أعمل سيف، أنتظر قليلا، تمت عملية إنشاء النسخة الاحتياطية بنجاح. الآن لو ذهبنا إلى المسار الذي حددناه وهو المسار دي، الجدول أسميناه باك اب فايلز، هذا هو المجلد. لاحظوا هذا هو ملف النسخة الاحتياطية إخواني وأخواتي، وحجمه تقريبا ميجا واحدة ونصف. الآن لو قمت بإفراغ قاعدة البيانات المسمات library library database، لو قمت بإفراغ محتواها وحذفت كل كائناتها سواء كانت جداول أو عناصر أو ما إلى ذلك، ثم قمت باستعادة هذه النسخة الاحتياطية، فسوف يرجع لي قاعدة البيانات إلى هذه اللحظة. كل العناصر الموجودة في my backup dot back سترجع إلى قاعدة البيانات حتى لو قمت بحذفها أو قمت بحذف عناصرها. هذه هي أهمية النسخة الاحتياطية، وستحتاجها إن شاء الله أخي العزيز في برامجك حينما تريد مثلا عمل نسخة احتياطية لمحتوى البرنامج، وطبعا البرنامج متصل بقاعدة بيانات، وبالتالي بطريقة مباشرة سنعمل نسخة احتياطية لقاعدة البيانات وليس للبرنامج. هذا هو كيفية إنشاء الباك اب. في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية استعادة هذه النسخة الاحتياطية عن طريق الأمر ريستور. إلى حين اللقاء بكم، أدعو لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.